تصاميم عصرية بإيد مصرية، ده كان شعار لمشروع بنت مصرية، عملت نوع من مزج الكلاسيكيات والمودرن بأشكال وألوان متناسقة ومختارة بعناية، والنتيجة ديكورات يحتار الناس في اختيار أفضل التصميمات. أي مهندس ديكور دايماً أهم حاجة في شغلته إن هو يقدم حاجة جديدة، ده لازم يبقى كرياتيف دايماً. فأنا الفكرة عندي إن أنا مثلاً بعتمد على الديزاين مثلاً كلاسيك، بستخدم ممكن القماش يبقى مودرن بحيث إنه أعمل ميكس بين المودرن والكلاسيك، فده هو اسمه نيو كلاسيك، إن أنا بقدم الحاجة اللي هو التصميم الكلاسيك بس بفكرة جديدة. ألوان زاهية ومتعددة، سواء كانت كلاسيكية لوحدها أو مودرن لوحدها أو ممزوجة ببعض، كلها أذواق تقدر ترضي العميل المصري وفي نفس الوقت تنافس أشهر الماركات العالمية. يعني مثلا الكلاسيك لو هنستخدم الدهانات ممكن نستخدم دهان على لون الخشب، ده دهان لون الخشب ده مش متعرف عليه في الكلاسيك قوي، وممكن تستخدم مثلا معاه قماش قطيفة فبيبقى تحس ان هو كلاسيك بس مش قوي، يعني ما تحسش لا مش الكلاسيك اللي انا متعود عليه. هو اهم حاجة تغير المنظر اللوك نفسه بتاع الصالون، مثلا لو هتكلم على الصالون المنظر نفسه بيبقى مختلف خالص. مثلا في المودرن ممكن مثلا تبقى صوفا كلها متكفرد ما فيهاش اي خشب، ما فيهاش همي، ما فيهاش قيمه، ما فيهاش الشغل ده، ممكن استخدم لها قماش مثلا حرير اللي هو فيه باترنز كتير فبيبقى بيدي شكل مثلا ان انا ديزاين مودرن بس القماش مش مودرن بيتحس، ففي ناس تقدر تستخدمه في ريسبشن ما يبقاش في الليفينج روم. المنتج المصري قادر انه ينافس وبقوه اذا تم الاهتمام به وتطويره، ده كان ولا زال حلم لمياء في الوصول إلى العالمية. أنا بالنسبة للفرنتشر عندي إحنا ده كله هاند ميد وكله ميد إن إيجي، يعني كله متصنع في مصر، فأنا اللي بحلم بيه إن إحنا نبقى براند عالمي ونوصل يعني نبقى براند زي كل البراندز المعروفة يعني عالميا، بس بيبقى هو براند مصري، ده حلمي يعني إن أبقى موجودة في كل مكان في العالم مش بس في مصر، لأ في العالم كمان كله. على الرغم إن كل التصميمات دي بإيد بنت مصرية ولوحدها، إلا إنها قدرت تثبت إن الإرادة المصرية أدرى على الوصول والمنافسة وبالأخص في الشغل اليدوي. ماجد عبدالله، تنتيفي.